تابعين حلقتنا مع واتس كوكينج، واليوم مع شيف جاد سيمونيديس. هاي جاد، بونجورك. تمام، انا منيح، كله منيح. انا ببسط بشوفك لانه قليل قليل نشوف بعض، دوامتنا على بعض. جاد، اليوم شو رح نتحضر لنا؟ اليوم عندنا روسات هي الاصل هنديه اسمها الساموسا. الساموسا هي نوع معجنات شكلها تريانج، اوكي. هي بتنقلها، هلا نحن اخذينها رح نعملها بطريقه الكانيلوني. كيف يعني؟ رح ناخذ عجينه اللازانيا، انا سلقها، فينا نعمل فريش باستا. هلا رح نشوف كيف رح نلفها. رح نعمل لها حشوه بالريكوتا، بالعكاوي، زيتون، دراي توميتو، نعنع وزعتر. رح نلفها نفس شكل الساموسا رح تطلع، بس رح نعملها جراتان بالفرن. رح نعمل لها صوص بكعب الصينيه اللي انا بلشت فيها هون، صوص طماط الكلاسيك صرنا عاملينها كذا مره. رح تكون بكعب الصينيه القطع، بس نلفهم رح نحطهم على الوجه. رح نرجع نعمل صوص بالكريم، رح نعمل لها جبنه على وجهها بارميزان موتزاريلا، رح نرجع نفوتها على الفرن تقريبا شي 7-8 دقائق هيك لتاخذ لون كلها مع بعضها وتسخن، ونرجع اخر شيء من دوقها نحن وياك. باختصار شيء بشهي يعني. مظبوط. ايه؟ رح نبلش بشغله سريعه. ايه؟ رح نحط الصوص بكعب الصينيه، ورح نطبخ الشيري توميتو معهم، ورح نرجع نعمل الحشوه، نرجع نلف لنقدر نحطهم ديركت على الصينيه. انا هون عندي الصوص، رح اخذها بهالشكل. هلا عنا الكريم اخر شيء رح نحطها، مش هلا. هيدي الصوص مبدئيا شو، بندوره وحبق. هون عنا حبتين توم مقلينهم. ايه. رجعنا اخذنا هالبندوره المقشره حطيناها فوقها، ورجعنا حطينا ملح وبهار وحبق. هلا رح ناخذ هالمقليه، اوكي، رح نحط لها نقطه زيت، رح نطبخ البندوره الكرزيه، رح نحطها ديركت فوقها، ورح نبلش نشتغل بالعجين. ممتاز جاد، انا رح اتركك اشتغل. يلا تشتغل وانا رح ارجع، اشوفك بعد شوي. أوكي. يعطيك الف عافية. رح احط الصينية هون انا، لانه بدنا نلف ديركت ونحط عليها العجين. بندورة كرزية مقطعة بالنص، بهار اسود على البندوره مثل ما دائما بنعمل، بنحطهم بالمقلايه ليتحمصوا وياخذوا هالنكهه. رشه ملح، كم ورقه حبق، بناخذهم بهالشكل. هون انجأ رح نقليهم، ما كثير بدنا نطبخهم حتى يحافظوا على قرشتهم كمان. عم نحكي عن كم ثانية، لأنه نفس الوقت رح يرجعوا ينطبخوا مع الصينية بس يفوتوا على الفرن. بهالوقت عندنا ريكوتا، عندنا دراي توميتوز أنا فرمون، عندنا نعنع زعتر، عندنا زيتون مقطع، وعنا عكاوي كمان. فارم العكاوي انا صغير حتى نخلطهم بقلبها. هيدي هيك بنكون خلصنا او جمعنا مع بعضهم اغراض الحشوه. هالبندوره خلص ديركت رح شيلها، رح وزعها هيك مع الحبق مع زيتاتها بالصينيه. لكن الصينية صارت جاهزة، الحشوة رح نبلش نخلطها بهالشكل. لكن هون عنا ريكوتا، عنا عكاوي مقطعة كوبات، عنا زيتون مفروم، عنا دراي توميتوز، عنا زعتر، عنا نعنع. رح زد لها شوية كريم حتى تكون شوي سبريدبل اكثر. لكن هالحشوه صارت جاهزه، رح ناخذها ونحطها بقلب الكيس الباكينج باج.
هون عندنا الفريش كريم تقريبا كبيتين ونص، رح نولع تحتهم، رح نحط لهم ملح، رح نحط لهم بهار، رح نحط لهم بارميزان. لكن هاي الحشوة هي فينا نستعملها على الأكيد لكذا ايتم، مش ضروري لهي الروسات، فينا نستعملها إذا بدنا نمد لازانيا نتقلها طعمتها، نحط بقلب اللايرز من هالخلطة، فينا نلفها ككانيلوني عادي، وفينا ناخدها نحطها بحشوة بعجينة الرافيولي اللي هي الفريش باستا. لكن الحشوة صارت جاهزة، الصينية جاهزة، فريش كريم على النار رح يبلش يغلي. هلا رح نحط له الاغراض اللي هن الملح، اللي هن البهار، اللي هن شويه اعشاب والبارميزان. هلا خلينا نبلش نشوف كيف رح نلفهم. انا رح احط هاي هون، انا عندي هون اللازانيا شيت سيليكون، رح نوزعهم هيك. هون فينا نستعمل العجينة الخضراء، فينا نستعمل العجينة البيضاء بنفس الوقت، إذا عبالنا ومعنا وقت فينا نعمل الفريش باستا دو نحنا بالبيت ونرقها ونسلقها كمان بيصير. لكن شو رح نعمل هلا؟ رح ناخد هاي هيك بدها تنلف هيك، نبلش بوحدة لنشوف كيف. نرجع بناخدها نعملها هيك، نرجع نعملها هيك، نرجع بنسكرها. هيدا الشكل هو شكل الساموسا اللي هي الهندية اللي بتنعمل بعجينة تنقلة. نحن عملناها بعجينة الفريش باستا، إذا بتاخدها الكاميرا كيفية. صار شكلها هيك، هيدا الشكل تبع الساموسا. رح ناخدها نحن حبة ورا التانية، نبلش نحطهم بالصينية بهالشكل. هلا رح نبلش نلف. عم نكتر حشوة لما تطلع كل عجين. إذا بتلاحظوا وين عم نحط الحشوة، مطرح ما بدها تسكر نبعد عنها. نسكرها هيك، نكبسها هيك للعجين للحشوة لحتى تمدد بقلبها. نرجع هيك، شغلها هين كتير. نرجع هيك، نرجع آخر وحدة بتسكر مطرح ما، والإكسترا عجين فينا نلفهم، فينا نقصهم هيك. كمان عم نكبس ومنسكرها من هون، وشوية عجين هون فينا نلفها فينا نقصها، اثنين بيصيروا. نكبسها شوي. رح نلف آخر وحدة، رح نرجع نعمل بعد لنقدر نعبي الصينية. هون على الأكيد إذا عنا وقت فينا، هلا هي بنزيدها بقلب تاني حشوة، فينا نلف أكثر ما بدنا نمد بالصينية ونرجع نحطهم بالفريزر ونستعملهم بوقت تاني. إذا بتلاحظوا عم نصفهم هيك بطريقة عشوائية لأنه شكلهم حلو، هلا رح يطلع بالصينية، ما رح نكتر كتير صوص عليهم. خلينا نعمل فينيشينج للصوص، بنرجع هلا بعد البريك بنكفي لف. خلينا بس نخلص الصوص لأنه نحن بمجرد ما نخلص لف الساموسا رح ديركت نحط عليها الصوص والجبنة ونحطها بالفرن. لكن هون عندنا تقريبا كبايتين ونص أو ثلاث كبايات فريش كريم، بهار أسود،
لكن هلا نحن رح نروح على هيدلاينز وبنرجع بعد البريك نكفي. لكن نحن رجعنا عنا هون الفريش كريم، حطينا البهار الاسود، حطينا رشه ملح صغيره، رح نحط بارميزان بهالشكل، ثلاث ملاعق كبار ونكزه كمان. رح ننطر الكريم لتبلش تغلي لتشد شوي. هلا بمجرد ما تغلي غلوتين ثلاثه، عم نحكي عن دقيقه غلي، رح نشيلها نستعملها. بهالوقت خلينا نلف بعد تقريبا ناقصنا يمكن ثلاثة أو أربع حبوب، رح نلفهم ونرجع بنعمل مونتاج للصينية وبنفوتها على الفرن. لكن نرجع بنشوف سوا كيف عم نحط الحشوة بطريقة إنه تاخذ كمان على حروفها للعجينة، ما تطلع فاضي حرفها. بهالشكل نعبي هون بالنص شوي. بمجرد ما سكرناها أول تسكيرة منوزع الحشوة، منرجع منروح هيك، منرجع هيك، ومنسكر بآخر واحدة. كمان منوزع الحشوة، منسكر هيك وهيك، ومنروح على آخر الكرام. تقريبا بعد بده كم ثانيه صار جاهز، رح نستعمله ديركت على الصينيه. يلا بعد عنا وحده مبدئيا بنلاقي لها مطرح، بنكون خلصنا لف الساموسا. اللي برجع بقول هي ساموسا روسيت هنديه، هي مختلفه عن هاي. نحن اخذين الكونسبت تبع الروسيت وشاغلينه اكيد بغير طريقه، لكن خلصنا نغسل ايدينا، نخلص الصوص، نعمل مونتاج للصينيه. لكن اوكي الحشوه خلصنا منها، رح نشيل الاغراض الاكسترا، الحشوة بالبراد. هلا شو عنا؟ عنا موتزاريلا مبروشة، عنا الصوص، عنا بارميزان. هلا رح نحطهم كلهم على وجهها. هون العجينة كمان خلصنا منها، رح ناخد ما كتير شدينا الصوص، وهذا الهدف الصوص تضل شوي شوي رخوة، لأنه بمجرد ما فاتت على الفرن وانطبخت معها رح ترجع تشد. ما كتير بدي غمى صوص، بدي شوي القطع اللي لفيناهن يضلوا شوي مبينين، وبنفس الوقت ما بدي أقلل حتى ما ينشفوا على الفرن. إذا بتلاحظوا ها هي القطعة كلها بعدها مبينة، هذا المطلوب. رح ناخد شوية زعتر. هلا بمجرد ما حطيت الجبنة بدي أحط لها شوية أعشاب على وجهها كمان لتعطيها لون بالفرن، شوية نعنع. يعني آخدين روسات هندية بالأساس، شغلينا بطريقة الكانيلوني اللي هي الإيطالية، والطعم كلها على اللبناني. يا رح أخذ شوية بارميزان هيك، رح أخذ هالموتزاريلا كمان موتزاريلا. ما بدي سكر الصينية على الآخر، بهمني هالقطع
يضلوا مبينين من بعد ما تنطبخ، ما يجي وجه للصينية كتير فلات بالجبنة، والحروف حتى ما كتير بدي سكرهم. جبنة بزيادة، نرجع نعمل رشة بارميزان نعطيها هالنكهة، نرجع ناخد هالأعشاب بهالشكل هيك. عندنا بهار أسود عوجة، ما بقى بدنا غير نفوتها على الفرن، ننطر تقريبا لأنه الصوصات كلها سخنة، بالمبدأ ما رح تاخد أكثر من 10 دقايق أو حتى أقل لتاخد لون يتحمر وجهها. رح نفوتها ديركت لنقدر نشوفها بالتيستينج سوا مثل ما لازم. لكن رح نرجع نعيد بدقيقة على السريع شو عملنا اليوم. أخذنا روسات الساموسا اللي هي الروسات الهندية، عملنا لها حشوة، اشتغلناها بطريقة الكانيلوني كمونتاج، عملنا لها حشوة بالريكوتا والعكاوي والزيتون والدراي توميتو والأعشاب، خلطناهم كلهم وشفنا كيف لفيناهم. شرط الساموسا يكون شكلها تريانجل مثل ما شفناها. رجعنا حطينا صوص طماط والبندورة الكرزية اللي طبخناها بالمقلية مع البهار والملح، حطينا هالقطع عليها، حطينا فريش كريم تقريبا غليناهم 7 لـ 8 دقائق مع بارميزان ملح وبهار، حطينا بارميزان، رجعنا على الوجه حطينا موتزاريلا مبروشه، شويه زعتر ونعنع ودخلناها على الفرن. هلا رح نروح بريك، نحن تقريبا 10 دقائق او اقل رح نرجع رح نشوفها ورح ندوقها وبنرجع نشوفكم. صرنا جاهزين. جاتي بشهي منظرها، صينية فاتت على الفرن يمكن 7-8 دقائق ماكسيموم، بس أخذت جبنة لون وسخنت هالصوص اللي حطيناها، ويلا رح ندوق أنا وياك. ممتاز. إذا بتلاحظ هلا هيك القطعة بقطعتها جاد، هي كيف تتقدم يعني ك هي هوت ستارتر رئيسي ولا ليك في ستارتر؟ في يكون هوت ستارتر، وبنفس الوقت فينا اذا واحد يعني تتغديها لحالها ما يكون في شيء لا قبلها ولا بعدها حتى. ايه لانه يعني دسمه وبعتقد بتشبع. مزبوط. هلا هي لازم ترتاح شوي تما تعمل هيك، بس سبا يعني ترتاح من بعد ما تنطبخ. خليني اشيل لك شويه صوص من الكعب. هون عم نحكي عن صوص روج، وكانه مزبوط خلطينا الصوص طماط بالكعب مع البندوره الكرزيه، ايه. ورجعنا عملنا الكريم اللي غليناها مع البارميزان والملح والبهار وحطيناها على يعني خلطه من نوعين صوص. مزبوط. وهيدي هلا موسمها البندوره الكرزيه. ليك هلا هون كل سنه صاروا عم يزرعوها يعني. ايه بدك تاخذها هيك تاخذ كل الستافينج منها. يعني هي كل الطعمه بالحشوه. جوا ايه مزبوط. وبعتقد كمان يعني الاولاد رح يحبوها، بحبوا عاده هالخلطه مش هيك؟ مزبوط، بحبوا الاشياء اللي فيها الكريم والطماط مع بعضهم. طعمة الأعشاب والزيتون بقلبها. خد قطعة من النص لتقدر هلا مزبوط تستحكم لها تحت. روعة. أنا خايف ما القميص بايض، خايف ما تصير حالي صوص. جاد كثير طيبة، كثير طيبة. هلا بكلها برجع بكفيها على رواق على البريك. بدي أقول لك ميرسي جاد. صحتين. وبنشوفك التنين اللي جاي. إيه أكيد. اوكي يعطيك الف عافيه. انت كمان. نحن رح نتابع حلقتنا مع سانتيتا، نحكي عن وجع الكتف مع الدكتور إلي مخول بعد شوي. خليكم معنا.